طيب عايزين نطمن بقى ونشوف اخر الاخبار والجديد عن بعثه فريق النادي الاهلي، والنهارده كان يوم حافل وفي تفاصيل كتير وفي تمرين اخير في مساء اليوم. اروح مباشره الى امير هشام موفد قناه النادي الاهلي عشان نتعرف منه ونطمن من خلاله على الجديد بالنسبه للبعثه قبل مباراه البايرن غدا. مساء الخير يا امير. مساء الفل عليك يا محمد، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان. عايزين ابتسامة وعايزين كمان نطمن من خلالك. عايز أقول لك هنا في مصر الجمهور الكرة المصرية بشكل عام مترقب المباراة بكرة يعني بشكل كبير جدا، وكأننا بنعيد أجواء مباراة مصر والبرازيل ومصر وإيطاليا. الجديد عندك أخبار الفريق بالزبط. التمرين إن شاء الله في مساء اليوم والبروجرام النهاردة اللي كان موجود بالنسبة للفريق منذ الصباح حتى هذه اللحظات. خلينا اقول لك يا محمد ان احنا بصراحه بنعيش لحظات تاريخيه ما بتتكررش كتير، ممكن تكون مره واحده في العمر انك بتلاعب فريق بايرن ميونخ في نصف نهائي كاس العالم للانديه، فده في حد ذاته حدث تاريخي لازم نقف عنده ولازم لحظاته نعيشها بكل يعني مشاعرنا، لان فريقنا فريق النادي الاهلي بطل القرن وبطل افريقيا بيشرف القاره الافريقيه وبيشرف الكره المصريه من خلال هذه المشاركه، وباذن الله هيشرفهم اكتر من خلال مباراه غد امام البايرن. الحديث كله هنا عن المباراه خلاص، لدرجه ان احنا مش عايزين المباراه تيجي او المباراه تتلعب، احنا عايزين نفضل عايشين اللحظات الجميله دي، لان انت بتلعب مباراه للتاريخ. وبمناسبه ان هي مباراه للتاريخ، انا عجبني جدا تصريح مستر بيتسون موسيماني النهارده يا محمد لما قال لك مباراه البايرن مباراه تاريخيه ومباراه صعبه بكل تاكيد، لكن ما اعتقدش ان هي هتكون اهم مباراه في تاريخ النادي الاهلي. نقدر نستشف من التصريح ده ان الراجل عنده هدف انه يوصل للمباراه النهائيه حتى لو بيلاعب البايرن. طبعا كره القدم وارد فيها كل شيء، بايرن اقوى فريق في العالم، ما حدش يقدر يختلف على كده اطلاقا يعني، لكن انت حقك انك يكون عندك طموح، حقك ان انت يكون عندك تمنيات واهداف هتعمل كل اللي عليك عشان تحققها باذن الله تعالى، وواثقين في رجالتنا رجاله النادي الاهلي في الحقيقه. وخليني اقول لك في حاله من التفاؤل واضحه جدا عند افراد البعثه هنا في الحقيقه، لكن ان شاء الله باذن الله خير بالنسبه للنادي الاهلي في هذه المباراه. لكن فيما يتعلق بقى ببرنامج الفريق على مدار اليوم والنهارده كان في امور كتير جدا، بدايه من الاجتماع الفني، اجتماع فني ما بين الاهلي وبايرن ميونخ بالتنسيق مع الفيفا، ده برضه حدث كبير قوي بخصوص مباراه بكره. تم الاستقرار على عدد من الامور اللي هي بتكون امور طبيعيه بتبقى نتاج الاجتماعات الفنيه بشكل طبيعي، وكان اهمها ان النادي الاهلي طبعا هيلبس الزي الاساسي بتاعه مع اختلاف في الشورت، بس الاهلي هيلبس اسود، يبقى الاهلي التيشيرت احمر، شورت اسود، شراب احمر، في المقابل البايرن هيلبس ابيض فابيض فابيض، ومحمد الشناوي هيلبس زي اصفر بالكامل. تم الاتفاق على الاماكن اللي هتكون مخصصه لبعثه النادي الاهلي وايضا لفريق النادي الاهلي داخل الملعب، لان خلي بالك يا محمد حتى وانت جوه الملعب انت جوه الفقاعه بتاعتك، يعني الفقاعه الطبيه المخصصه للاهلي والفقاعه الطبيه المخصصه للبايرن او اي فريق بيشارك في هذه البطوله، هو تحركاته حتى جوه الملعب بيبقى داخل الفقاعه في حدود بالنسبه له ما ينفعش يعديها، يعني في مثلا ابواب معينه ما ينفعش انت تتخطاها، لو تخطيتها تبقى انت خارج الفقاعه المخصصه ليك بدايه من اول الرحله. النظام في الحقيقه مميز جدا بخصوص الجزئيه دي تحديدا. تم كمان الاستقرار في الاجتماع الفني على ان الفريق طبعا يوصل قبل المباراه بساعه ونص، وكان يعني امور كلها جيده جدا واجتماع كان جيد ما بين اهلي وبايرن والفيفا يعني. ده فيما يتعلق بالاجتماع الفني. بعديه مباشره تم التوجه لاستاد احمد بن علي، احد الملاعب المميزه جدا. بالمناسبه الملعب ده ما بقالوش كتير يعني، تم انشاؤه حوالي من 6 شهور تقريبا، تقريبا اتلعب عليه مباراتين فقط بخلاف المباراه اللي هتتلعب النهارده او اللي بتتلعب ما بين اولسن هونداي والدحيل على المركز الخامس والسادس، ومباراه بكره ما بين الاهلي والبايرن هتكون رابع مباراه على الملعب ده، وهو الملعب المخصص لنادي الريان. كان في زياره للملعب من الجهاز الفني بالكامل ومستر بيتسو موسيماني، وكان معاهم محمد الشناوي طبعا لان كان في مؤتمر صحفي، وشفنا كلنا طبعا التصريحات الخاصه بموسيماني وايضا محمد الشناوي، وكان في حاله اعجاب شديد من المدير الفني للنادي الاهلي بالملعب واجواءه، اجواء في الحقيقه اكثر من رائعه، وملعب جيد جدا جدا جدا، الكواليتي عاليه قوي هنا بخصوص الملاعب يعني في الحقيقه، وكانت الاجواء مميزه مع اقتراب يعني مشايخنا من الاستاد، استاد احمد بن علي. كان تم في مقابله ما بين مستر بيتسو موسيماني وهانز فليك،
طبعا المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، وكان فيها ود كبير جدا ما بين المدربين الكبار، ويعني كان كلمات محدده ما بينهم يعني بخصوص المباراه، وتم التقاء بعض الصور ما بين المديرين الفنيين. وبعد كده النهارده بقى بقيت اليوم بعد ما العوده للفندق كان في بقى او هيبقى في خلال بالظبط يعني نص ساعه من دلوقتي او ساعه الا ربع يا محمد هيبقى في المحاضره الفنيه من مستر بيتسو موسيماني مع اللاعبين، وحديث هيكون في بعض الامور الخططيه والتكتيكيه. بالمناسبه خليني اقول لك ان كان امبارح في تدريب النادي الاهلي مستر بيتسو موسيماني، وكان تدريب مهم جدا، جرب طريقتين لعب، الله اعلم هيلعب باني فيهم، لكن دي حاجه بقى ترجع له. لكن هو امبارح جرب اسلوبين للنادي الاهلي بخصوص اللي هينفذه في مباراه البايرن. قد يكون هناك بعض المفاجات لسه مش متاكدين، ده هنتاكد منه ممكن بشكل اكبر لو وضحه مستر بيتسو موسيماني في مران الاهلي الاخير قبل هذه المباراه اللي هيكون في تمام الساعه 9 مساء بتوقيت المونديال. اجواء جيده جدا، اللاعبين كلهم جاهزين ومتحفزين قوي يا محمد، ودي نقطه مهمه قوي، متحفزين لهذه المواجهه وعندهم شغف كبير ان هم يلعبوا هذه المباراه بشكل يليق باسم وحجم النادي الاهلي في الكره الافريقيه، مش بس الكره الافريقيه دلوقتي كمان الكره العالميه، ومش من دلوقتي بس الكره العالميه، من زمان جدا النادي الاهلي بيشرف تمام الكره المصريه والافريقيه على مستوى العالم. في الحقيقه الامور كلها جيده، ان شاء الله الاهلي يكون موفق يا محمد، لو فيها استفسار انا معاك. طيب امير، انا طبعا عارف ان المفاجات ان شاء الله باذن الله نشوفها في الملعب بقى باذن الله، لكن عايز اسالك على المحاضره، هل الكوتش بيتسو بيعمل محاضره بعد المران ولا بيكتفي بالمحاضره بس قبل التوجه لملعب التدريب؟ لا، هو اغلب الاوقات بيكتفي على طول بالمحاضره اللي بتكون قبل المران، لان خليني اقول لك يا محمد المحاضره اصلا بتبقى طويله شويه، يعني محاضرات مستر بيتسو موسيماني ممكن بعض المدربين محاضراتهم يقسموها على مرتين، مره قبل التدريب ومره بالليل مثلا بالنسبه للاعبين، لكن هو الراجل محاضراته بتبقى طويله تقريبا بيلم فيها كل اللي عايز يقوله في محاضره واحده، فعشان كده المحاضره بتاخد وقت طويل، بخلاف طبعا الاساليب اللي بيحاول يعود عليها اللاعبين او يحفظ ليها اللاعبين النادي الاهلي خلال التدريب نفسها، لان تدريب النادي الاهلي برضه تدريب طويل شويه وبياخد وقت كبير شويه، فالراجل بيكتفي بالمحاضرات اللي بتبقى قبل المران. الله اعلم النهارده ممكن نلاقي محاضره بالليل، لو في طبعا اكيد هنتابع وهنشوف ايه اللي هيحصل، لكن لحد دلوقتي مفيش محاضرات بتبقى بعد مران النادي الاهلي، لان خليني اقول لك برضه يا محمد احنا عقبال ما بنرجع الفندق بعد التدريبات بتبقى الساعه 12 بالليل بتوقيت المونديال، فما بيبقاش في وقت المحاضرات عقب المران، لان التدريبات هنا بتبقى متاخره شويه ومواعيد المباريات متاخره شويه، يعني مثلا المباراه الاولى كانت في تمام الساعه 8:30، المباراه بتاعت بايرن هتبقى الساعه 9، ودايما مستر بيتسو موسيماني كل التدريبات عملها بالليل فيما عدا مران واحد اللي هو كان مران استشفائي بعد مباراه الدحيل، فما بيبقاش في وقت كافي لالقاء بعض المحاضرات الاخرى في ما بعد تدريبات النادي الاهلي، فبالتالي بيكتفي بالمحاضره اللي بتكون قبل التدريبات وبتاخد وقت طويل، الراجل يعني بيستفيد فيها في عدد كبير جدا. بإذن الله بإذن الله. أمير هشام موفد قناة النادي الأهلي، بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والإيضاحات، طمنتنا بنسبة كبيرة. أما بالنسبة للسيناريوهات والمفاجآت بإذن الله مباراة الغد كلنا ثقة في بيتسو موسيماني، هنشوف مباراة بإذن الله يكون فيها شغل فني متميز وأفكار إن شاء الله بإذن الله تساعد على الخروج بالمباراة بنتيجة جيدة تؤهل الأهلي للمباراة النهائية بإذن الله إن شاء الله.